السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. أعلنت الأمم المتحدة وصول 13 موظفا إغاثيا إلى جيبوتي بعد نقلهم من العاصمة صنعاء. وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن 13 موظفا أمميا من عاملها في المجال الإغاثي والإنساني نقلوا في 7 ديسمبر الجاري من ميناء الحديدة إلى جيبوتي. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما هي أسباب وتداعيات نقل المنظمات والبعثات الدولية لموظفيها من العاصمة صنعاء؟ وهل يمكن القول أن صنعاء أمام تغير ما في قادم الأيام؟ وما هي مؤشراته؟ وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت إجلاء بعثتها الدبلوماسية وجميع رعاياها من العاصمة صنعاء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن جميع أعضاء البعثة الروسية في صنعاء غادروا على متن طائرة إلى العاصمة السعودية الرياض لأداء مهامهم من هناك. قبل النقاش نتابع هذا التقرير. وضع غير مستقر وشلل في كافة الخدمات واختفاء لجميع ملامح الحياة، هذا ما يبدو عليه المشهد في صنعاء بعد فترة عصيبة شهدت الكثير من التطورات على المستويين السياسي والعسكري عملت على إعادة ترتيب خارطة التحالفات من جديد. شوارع خالية من المارة وخوف بالغ لدى السكان بعد مواجهات استمرت بين أنصار الحوثي وأنصار المخلوع صالح لما يقارب 4 أيام، انتهت بمقتل صالح وعدد من أنصاره وسيطرة ميليشيا الحوثي على جميع المؤسسات في صنعاء. ففي الوقت الذي يظهر فيه المشهد في العاصمة خالياً من أي شكل للدولة زيادة على ما كان عليه منذ ما يقارب 3 سنوات، أعلنت الأمم المتحدة إجلاء 13 من موظفيها العاملين في المجال الإنساني إلى جيبوتي بعد نقلهم من صنعاء. لم تكن هذه المرة الأولى ولا يبدو أنها ستكون الأخيرة، حيث سبق وأن تم إجلاء عاملين ضمن بعثة الصليب الأحمر ومنظمات أممية أخرى في الأسابيع القليلة الماضية. هذه التطورات جاءت بعد إجلاء البعثة الروسية من العاصمة وانتقالها للرياض، وهو الأمر الذي يقلل من احتمالية الحل السياسي بحسب مراقبين ويعيد الأنظار من جديد صوب خيار التصعيد العسكري. نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إن نقل الموظفين الأمميين من العاصمة عملية مؤقتة، وأشار إلى أن سلطات جيبوتي تحققت من عملية النقل بشكل مستقل. السؤال الأهم الذي يطرح اليوم يتعلق بما هو مصير سكان العاصمة بعد رحيل العديد من العاملين في المجال الإنساني، وكيف سيصبح وضع السكان في الأيام المقبلة بعد أن باتت العاصمة أشبه ببؤرة حرب يحاول الجميع الهروب من لهيبها. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ونبدأ هذه الحلقة مع المحلل السياسي عبد الناصر المودع من عمان. مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. مرحبا بكم أستاذ عبد الناصر. في البداية، كيف تقرأ مغادرة البعثات الدبلوماسية من صنعاء، السفارة الروسية، جميع بعثات الأمم المتحدة التي كانت لا زالت تعمل في صنعاء؟ مساء الخير. يعني في البداية التوقع الأساسي بأنه هذه البعثات العامل الأمني هو السبب الرئيسي، كون صنعاء شهدت اشتباكات ضارية، وكانت أيضا بالنسبة لكثير من الموظفين الأجانب منطقة خطرة، وبالتالي التقييم العام لدى هذه لدى المنظمة الدولية ولدى السفارة الروسية حتى الآن أن هذه منطقة خطرة، وبالتالي ليس من مصلحة هذه الأطراف بأن تضع موظفيها في منطقة نزاع ومنطقة خطرة. حتى الآن يبدو هذا هو السبب الرئيسي، لأنه ليس هناك من أسباب أخرى. الروس لم يغيروا من استراتيجيتهم وسياستهم تجاه اليمن. هم منذ البداية كانوا يفضلوا أن يبقوا لهم موقع في مدينة صنعاء ليكونوا قريبين من الطرف الذي يسيطر على الدولة في صنعاء، رغم أنهم لم يعترفوا به ولا زالوا يعترفوا بالرئيس هادي كرئيس شرعي، ولكنهم فضلوا أن يبقوا هناك لكي يمارسوا
دور أكبر، لأن من يتواجد على الأرض يكون له دور أفضل من الذي يكون بعيدا عن الساحة. ولكن يبدو أن الروس وصلوا إلى قناعة في هذه المرحلة بأن صنعاء لم تعد آمنة كما كانوا يتوقعوا، ولهذا قرروا كما قالوا تجميد وجودهم الدبلوماسي في صنعاء، بمعنى أنهم لا زالوا فاتحين الباب على احتماليات جديدة لعودة إلى صنعاء. ولكن طبعا أي عودة لن تكون عودة سهلة، عندما تجلي سفارة موظفيها من دولة ما لا يتم استعادتهم بنفس السرعة، حتى لو قررت الدولة الروسية بأن تعيد دبلوماسيها إلى صنعاء فإنها لن تعيد إلا عدد ضئيل جدا، وهذا الأمر لن يتم بالسهولة التي نتوقع. أما فيما يخص الأمم المتحدة، الأمم المتحدة برامجها هي منتشرة في جميع اليمن وفي المناطق ذات الكثافة السكانية، وبالتالي تظل صنعاء هي أهم مكان يمارسوا فيه نشاطهم، إضافة إلى أن وجود المكاتب لهذه البعثات في صنعاء ولا يمكن نقلها بسهولة إلى أماكن أخرى. نعم، طيب أستاذ عبد الناصر ابقى معي ونشرك معنا في الحديث من الرياض سلمان عسكر، مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية. مرحبا بك أستاذ سلمان. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا بك أستاذ سلمان، قراءتك أنت لمغادرة البعثة الروسية وما تبقى من بعثات الأمم المتحدة التي كانت تعمل في صنعاء، هل نحن الآن أمام يعني انتهاء ما تبقى من هامش سياسي كان يعني يتحرك عن طريقه الإنقلابيون في صنعاء؟ عزيزي، أبدا، المرحلة تشهد تحولات متسارعة ومتعاقبة بشكل سريع جدا. كما تعلم أن اغتيال الرئيس علي صالح أصبحت الجماعة الحوثية بلا غطاء سياسي، وحاليا لم يتغير موقفها عن مواقفها السابقة وتوجهاتها الإرهابية، بل انكشف الغطاء وانكشف أكثر كونها جماعة إرهابية إجرامية، وكانت في السابق متحالفة مع صالح كجزء من المكون السياسي. نعم. وبعد مقتلهم للرئيس السابق علي صالح بأوامر من طهران، خاصة بعد القرار المفصلي التاريخي الذي اتخذه الرئيس علي صالح خلال مسيرته السياسية ودعوته إلى انتفاضة شعبية ضد الميليشيا الحوثية، تغير موقفه أثار الحفيظة الإيرانية لتتخذ قرار سريع بتصفية علي صالح. هذا قرار التصفية لم يكن من وحي القيادات الحوثية، بل بتوجيهات إيرانية من طهران. وعندما اغتيل صالح أصبحوا بدون أي غطاء سياسي، ولعلمك سيدي هم الآن يعيشون مشكلة كبيرة جدا بعد مقتل علي صالح، سواء داخل المجتمع اليمني بكل مكوناتها وأمام الرأي العام والدولي. ولذا بقاء الروس أو السفارة الروسية كدولة عظمى في صنعاء بعد اغتيال الرئيس صالح أصبح دون جدوى ودون أهمية، حتى أنها كانت في السابق تتعامل مع وجود شيء من المكون السياسي، حتى وإن كانت الدولة شبه منهارة. ولكن ولكنهم الآن أصبحوا ربما متفردين بالقرار أستاذ سلمان، وهم الآن يدعون المجتمع الدولي ويدعون التحالف وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية للتحاور معهم بصورة مباشرة. هذا الأمر لن يتم سيدي، هؤلاء لديهم قرارات أممية، وكما تعلم بأن السعودية أصدرت قائمة تضم 40 إرهابي حوثي، لا يمكن للسعودية أن تتفاوض يوما ما مع قائمة إرهابية أو مطلوبين أمنيين. هؤلاء أصبحوا يشكلون خطر على الأمن الدولي وليس على اليمنيين أو على المملكة العربية السعودية أو دول الجوار. هؤلاء هددوا الملاحة الدولية، هؤلاء يهددون السفارات، هؤلاء يهددون الآن أعضاء وقيادات في المؤتمر الشعبي، بل وصفوا قيادات في حزبية في اليمن. هؤلاء أصبحوا يشكلون خطر على المجتمع الدولي. نعم، ولكن أكثر من مرة صرح وزير الخارجية الجبير أستاذ سلمان بأنه ممكن التفاوض ويدعو الحوثيين للحوار. كان هذا الأمر في مرحلة سابقة. نعم. طيب. لكن لم يدعو، أنا لا أذكر بأنه دعا إلى أي حوار معهم. ترك الفرصة والمجال لتطبيق قرار الأمم المتحدة بتسليم السلاح
القرار 22/16، ولكن للأسف هؤلاء لم يحترموا لا الأمم المتحدة، ولم يحترموا مجلس الأمن، ولم يحترموا المجتمع الدولي، ولم يحترموا حتى المكونات اليمنية في الداخل. هؤلاء لا يمكن أن يتفاوض معهم حتى اليمنيين أنفسهم. إذن ما هو الخيار الآن أمام التحالف العربي والحكومة الشرعية من وجهة نظرك أستاذ سلمان؟ والله كما تعلم سيدي بأنه كان الخيار مفتوح لهم في السابق بقرار الأمم المتحدة تسليم السلاح والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمدن، ولكن هؤلاء يبدو أنهم لا يمكن أن يتم التفاهم معهم حتى بهذه اللغة. صدقني أن اللغة الحاسمة هي لغة عسكرية، هي اللغة القوة. لا يمكن التفاهم مع هؤلاء العصابات إلا بلغة القوة. أنت عندما تواجه عصابات متمردة إرهابية تربخ لطهران من الصعب التعامل معها. أنت تشاهد الآن ما يحدث على الساحة اليمنية، أنت تشاهد ما قاموا به من أعمال تخريبية وتدميرية داخل صنعاء. هذه العصابات لا يمكن أن يتم التفاهم معها باللغة السلم أو لغة الحوار. طيب أستاذ سلمان ابقى معي، أعود لعمان مع الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، إذن الأستاذ سلمان يقول بأنه لم يعد هناك أي إمكانية للحوار مع هذه الميليشيا ولا يمكن التعامل معها إلا بالقوة والحل العسكري، ما رأيك؟ يعني هذا يعتمد على الطرف الذي يقرر ذلك. في الوقت الحالي هناك أطراف غربية بعد القضاء على صالح في صنعاء بدأت تضغط على دول التحالف وعلى الحكومة الشرعية بفتح قنوات حوار مع الحوثيين على افتراض بأن هؤلاء يصبحوا هم الطرف المسيطر في هذه المنطقة وأن الواقع يتطلب التعامل معهم والدخول معهم في شكل من أشكال الحوار أو الشراكة. طبعا هذا الأمر يبدو غير واقعي فيما يخص لمن يدرك طبيعة الوضع اليمني. الدخول في هذه المرحلة في حوار مع الحوثيين يعني إبقاء الوضع على حاله، وهذا الوضع هو وضع كارثي لليمن، بمعنى أن يمن مقسم، يمن مجزأ، يمن لا يمكن أن تقام فيه دولة مركزية، حكومة مركزية مقبولة من الجميع. الحوثيين لن يتراجعوا أو يتنازلوا لأي طرف مهما كان ليقبلوا بشراكة معه، وبالتالي هذه الصيغة هي التي خططت لها وتريدها إيران. إيران تريد يمن هش، يمن مقسم بين أطراف كثيرة ولديها الطرف المسيطر الذي يسيطر على أهم المناطق في اليمن وبما في ذلك العاصمة. وهل تعتقد أستاذ عبد الناصر بأن الحكومة الشرعية والتحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية سيسمحون بهذه الرؤية التي تريدها إيران في اليمن؟ يعني هم الآن طبعا لن يسمحوا، ولكن هم الآن يتعرضوا لضغوط. لاحظنا لهجة الخطاب الأمريكي والبريطاني فيما يتعلق برفع الحصار وفيما يتعلق أيضا بالتفاوض مع الحوثيين، وكأن هناك رغبة بأن يضغطوا على دول التحالف وعلى الحكومة الشرعية. ولكن يعتمد الأمر على تقييم دول التحالف وهل ستصمد أمام هذه الضغوط، خاصة وأن هؤلاء يقولون لها بأنه ليس هناك من أفق الحل العسكري في وفقا للمعطيات الحالية، خاصة بأن لدى هؤلاء تقييم مختلف عن موازين القوى على الأرض، وهم يرون بأنه ليس هناك من أفق عسكري للحل. لاحظنا تشديد وزير الخارجية البريطاني عن أنه ليس هناك إلا حل سلمي للوضع في اليمن. طبعا الكلام كلمة حل سلمي وهذا كلام عام، والكل أي إنسان طبيعي وسوي يقول أنه يريد حل سلمي، ولكن من يعرف طبيعة الوضع في اليمن يرى بأن ليس هناك من ظروف ناضجة لحل سلمي. أي حل في الوقت الحالي أو أي وقف للحرب في الوقت الحالي لسوء الحظ معناها المزيد من الفوضى والمزيد من الدمار لليمن، لأن الوضع في اليمن لا يسمح بأي شكل من أشكال أي نوع من أنواع التفاهم وفق المعطيات الحالية. نعم. طيب أستاذ سلمان عسكر، الأكثر من مرة يصرح قيادة التحالف العربي وأيضا الجيش الوطني في اليمن بأن لهم
لديهم القدرة الكاملة على الحسم عسكريا ودخول صنعاء. أكثر من مرة يتساءل الناس إذن ما المانع ما يتم تحرير صنعاء يعني عسكريا إذا كانت لديهم القدرة يعني لاجتياح صنعاء وتحريرها من الميليشيا؟ عزيزي ليست مجرد القدرة فقط، نعم. مجرد يوم واحد وتتحرر صنعاء بكل حقيقة. الموضوع أكبر مما تتصور أو ينظر له الغير. لماذا الجيش الوطني لا يزال في نان؟ لماذا لم يتقدم إلى صنعاء؟ لماذا لم يدخل صنعاء؟ لماذا لا يخرج هذه الشرذمة أو العصابات الإرهابية؟ يا سيدي هناك مدنيين، والتحالف حريص كل الحرص على أن لا تهدر قطرة دم لهؤلاء الأبرياء. التحالف، وأنت كما تعلم بأن الحوثيين يكونون عصابات حول المدنيين، حول تجمعات السكانية، هم يريدون أي تدخل لتحصل مجزرة بصراحة في صنعاء، هم يريدون ذلك. نعم. ولذا التحالف يحترم الإنسانية، يحترم القوانين الدولية، تجده يحذر حتى في القربات الجوية، يسقط منشورات على صنعاء، يحاول ابتعاد المدنيين عن التجمعات والتقنات العسكرية. نعم. لذا هو السبب الرئيسي والسبب الأهم في هذه النقطة هو الحفاظ على دماء الأبرياء. يعني هل نحتاج الآن أستاذ سلمان عسكر إلى 3 سنوات أخرى حتى يتم الوصول وتحرير صنعاء؟ لا يا عزيزي، صدقني أن الحسم اقترب جدا، وهناك مجرد تكتيك. الخطة كما هي، هناك تكتيكات ستتم خلال المرحلة القادمة، وكما تعلم بأن هناك تقدم حصل للجيش الوطني في جبهة نهم قبل أيام، وتحديدا قبل يومين. هناك عملية زحف على بطء ولكنها أكثر واقعية ونتيجة. نعم. طيب، بالعودة إلى الوضع الإنساني الآن في صنعاء ومغادرة كل البعثات الخاصة بالأمم المتحدة من صنعاء، البعض يتساءل لماذا لم تتجه هذه البعثات إلى عدن، إلى مأرب، إلى المحافظات المحررة؟ لماذا غادرت اليمن تماما؟ للأسف من فترات سابقة هي لم تتواجد في المناطق المحررة أو في منطقة محايدة على الأقل، هي نعم. كانت متواجدة في صنعاء، وكانت تشاهد بأم عينها الانتهاكات التي يمارسها الحوثيين، وكانت تشاهد وتعلم وتلاحظ أن الحوثيين نفذوا 16 اعتداء على منظمات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، بالإضافة إلى خطف أكثر من 10 موظفين من موظفي الصليب الأحمر وآخرهم التونسية. وتنوعت الاعتداءات بين القتل والخطف والسجن. هذا الوقت الذي كان لديهم غطاء سياسي ريان علي صالح، الآن ستزيد المعاناة، وشعر أعضاء المنظمات بالخطورة القادمة عليهم مثل ما شعرت السلطة الروسية. لذا هذه الميليشيات عملت من عام 2015 وحتى الآن على إغلاق المنافذ ومكاتب المنظمات الدولية والإغاثية، وهناك 628 شحنة مساعدات صادرتها الجماعة الحوثية، وأكثر من 65 سفينة وقرابة 124 قافلة إغاثية، مما يعبر عن انتهاكات صارخة لمواثيق العمل الإنساني والقوانين الدولية. وخروج موظفين من المنظمات إلى خارج صنعاء أو إلى خارج اليمن تحديدا هو مؤشر خطير في عدم ضمانهم للأمن على أرواحهم مع جماعة متطرفة إرهابية تمارس كل أنواع الانتهاكات والقتل، وليس لديها تفريق بين موظفين مدنيين أو دبلوماسيين أو منظمات أو حتى الأطفال والنساء. لديها مشروع انتقامي مجتمع من المجتمع ومن كل المنظمات والمؤسسات الدولية. نعم. طيب، ابقى معي أستاذ سلمان، وأرحب أيضا بالدكتور محمد جميح، ولكن قبل أن أنتقل للدكتور محمد جميح سؤال أخير أودع به للأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، هل يمكن الآن الربط ما حدث في عام 2014 عند اجتياح ميليشيا الحوثي للعاصمة صنعاء ومغادرة كل البعثات الدبلوماسية والسفارات ودخول صنعاء في مواجهات عسكرية، هل نحن الآن بنفس السيناريو؟ ربما يحدث دخول صنعاء عسكريا، وهذه مؤشرات لرحيل ما تبقى من البعثات الدبلوماسية وعلى وجه التحديد البعثة الروسية. لا أعتقد بأن هناك ربط أو أن هناك علاقة. الروس منذ البداية ليسوا محببين للعمل العسكري، وبالتالي المسألة متعلقة بالوضع الأمني حاليا في صنعاء، والذي شعر الروس بأنه لم يعد آمنا لكي يضعوا دبلوماسيهم في صنعاء. الأمم المتحدة أيضا لم تسحب جميع موظفيها، لا تستطيع أن تسحب جميع موظفيها، هي سحبت جزء من موظفيها، ولكن أعتقد بأنهم ربما يعيدون جزءا منهم في المستقبل إذا تحسنت الظروف الأمنية وفق تصوراتهم هم. العمل العسكري هذه أمور مرتبطة
بالتحالف أكثر من كونها مرتبطة بالعالم الخارجي الذي سحب بعثاته أو غيرها. العمل العسكري مرتبط أيضا بالعمل العسكري على الأرض، والعمل العسكري على الأرض عوائقه كثيرة لا زالت كما هي من وجهة نظري، لم يتغير أي شيء في المشهد منذ سنوات. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، وأنتقل مع الدكتور محمد جميح. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور دكتور محمد. أنت قراءتك لما حدث مؤخرا في صنعاء بعد تصفية صالح وملاحقة قيادة المؤتمر الشعبي العام، البعض يقول الغطاء السياسي أو الهامش الذي كان التحرك من قبل الانقلابيين والميليشيا انتهى، وأيضا يعني البعثة الدبلوماسية الروسية غادرت مع بعثات الأمم المتحدة، كل هذا تزامن بعد مقتل صالح، إلى أين تتجه الأمور في صنعاء؟ هو بالطبع يعني لا شك الذي يتتبع علاقة الروس سابقا مع الجانب الانقلابي صنعاء هي علاقة مع الرئيس السابق تحديدا، يعني كانت أغلب لقاءات المستشارين العسكريين الروس في السفارة كانت مع الرئيس السابق وكانت مع أعضاء في المؤتمر الشعبي العام، ولم تكن حسب معلوماتي مع أي من قيادات الحوثيين. نعم. وبالتالي كانت روسيا تنظر إلى أن المؤتمر الشعبي العام والرئيس السابق بحكم التجربة السياسية بحكم العمل الحزبي بحكم العمل السياسي أيضا، نعم. وبحكم العلاقات السابقة يمكن أن يلعبوا دورا في تسوية سياسية يكون لروسيا عن طريق هذا الدور دور كذلك، لكن بمقتل الرئيس السابق على يد حلفائه الحوثيين انتهى ربما هذا الأمل من قبل الروس، ولم يعد أمام الروس احتمال لأن يظهروا بمظهر من يحتفظ بوجود دبلوماسي لدى ميليشيا مسلحة عارية في صنعاء، عارية عن أي غطاء سياسي، عارية حتى عن أي حواضن شعبية إلا الحاضنة التي توفرها لهم أسلحتهم. نعم. هل سنشهد في هل سنشهد في المستقبل أستاذ أو دكتور محمد تغير في الموقف الروسي أو وضوح وشفافية أكثر في دعم الشرعية وتخليها عن ميليشيا الحوثي التي هي حليف إيران الحليف الاستراتيجي لروسيا؟ أنا أعتقد أن الروس لن يكونوا حلفاء الحوثيين، من حسن حظ الشرعية أن خصمها عديم النظر السياسي وأنه ليس لديه عقلية سياسية بالأصل لأنه ميليشيا، هذا يخدم الشرعية، لكن من سوء حظ الشرعية أنها لا تخدم نفسها، الشرعية لا تخدم نفسها وإلا أن مضى هذا الوقت كله في هذا في مقاومة محاولة التخلص من الانقلاب. لكن بالمجمل أنا أعتقد أن انتقال البعثة الدبلوماسية من صنعاء إلى الرياض أيضا هو انتقال رامي يشير إلى نوع من الرسائل التي تريد موسكو أن تبعث بها أيضا إلى الرياض، وإذا ما أخذنا في الاعتبار الزيارة الأخيرة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى موسكو، والتي قيل أن تفاهمات محددة لم يكشف عنها، قد تم التوافق عليها وبالإضافة إلى الصفقات الكبيرة التي تخص التسليح وتخص أيضا إنشاء محطات نووية واستثمارات سعودية في روسيا في قطاعات الطاقة، كل ذلك يمكن أن نفهم في هذا السياق. لكن بالمجمل هناك أخبار أيضا كانت قبل خروج الروس من صنعاء عن إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية، ونحن نشك في ذلك، لكن على كل أعلم الإيرانيين بأنهم أجلوا بعثتهم الدبلوماسية من صنعاء ونقلوها إلى عمان، وأن السفارة العمانية الإيرانية في عمان سوف تتولى مهام السفارة الإيرانية في اليمن، وهذا يشير ربما إلى أن هناك نوعا من استشعار الخطر، كما قال الروس في بيانهم عندما أجلوا رعاياهم أمس أو عندما أجلوا بعثهم الدبلوماسية أمس، قالوا أن ذلك يرجع إلى الظروف الأمنية وأن ذلك يعتبر إجراء مؤقتا، ربما رأى الروس خططا معينة للتصعيد العسكري في صنعاء، ربما يخشون طبعا من وجود دبلوماسيهم في مدينة ليس فيها إلا الميليشيا، والميليشيا في الأساس ليست دولة مسؤولة ولا يمكن أن تتصرف بمسؤولية إذا بعد دبلوماسية، كل احتمالات تفسير خطة روسية مفتوحة، لكن بالمجمل الجانب الأمني والقلق الروسي من هذا الجانب والقلق ربما من تطورات الأوضاع عسكريا في تصوري أنه هو الذي دفع الروس إلى سحب بعثة الدبلوماسية من صنعاء.
أشكرك جزيل الشكر المحلى الأساسي الدكتور محمد جميح، وعودة أخيرة للأستاذ سلمان عسكر مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية. أستاذ سلمان، إذن سؤال أخير فقط، باعتقادك هل ستستفيد الشرعية وأيضا التحالف العربي من ربما مغادرة البعثة الروسية ونشهد تغير ودعم أكبر من قبل الموقف الروسي للشرعية ضد الانقلابيين وضد ميليشيا الحوثي على وجه التحديد؟ طبعا كما تعلم عزيزي بأن التحالف منذ 3 سنوات كان حريص كل الحرص ودقيق في ضرباته الجوية، ولذا تلاحظ أن البعثات والسفارات لم تكن غادرت صنعاء لشعورها أن التحالف يحترم القوانين الدولية والإنسانية. نعم. بالنسبة لهذا فخطة التحالف كما يبدو لن تتغير، سيستمر الزحف لتحرير صنعاء ولكن مع مراعاة كما أسلفت لك سابقا على أرواح المدنيين. الآن الحوثيين أصبحوا بمفردهم، وكما وردني من قيادي حوثي وأنا أخص قناتكم فيها بأن الأوضاع أولا قطعوا الاجتماعات، لم يعد هناك اجتماع للمجلس السياسي، أصبح البعض منهم قد غادر صنعاء وهذه معلومة مؤكدة، هربوا الأموال، لديهم شعور تام بأن التحالف سينهي الحرب في وقت وجيز خلال الفترة القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لك مدير مركز المعلومات بصحيفة الوطن السعودية الأستاذ سلمان عسكر، والشكر أيضا للمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، وكذلك للمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحايا معدات الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى بحلقات جديدة من زوايا الحدث. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.